إذن لمتابعة تطورات المشهد في الأراضي الفلسطينية على خلفية استمرار انتهاكات الاحتلال وفشله في تحقيق أهدافه في ظل صمود المقاومة، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إلى المنطقة، ينضم إلينا عبر سكايب من بيروت الأمين العام لمؤسسة القدس الدولية ياسين حمود، وعبر سكايب من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني سامر عوض. مرحبا بكم في بانوراما الرافدين. أبدأ معكم أستاذ ياسين. مع دخول العدوان على غزة يومه 95، الاحتلال جدد استهدافه لمواقع معينة في قطاع غزة، ولكن ركز غاراته على مدينة خان يونس. ولكن في هذا الإطار، يعني بماذا تفسر عودة الأحزمة النارية بكل هذه الشراسة على وسط قطاع غزة بشكل محدد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لك وللمشاهدين الكرام. الاحتلال الصهيوني في أجندته تهجير الفلسطينيين من غزة، سعى في الشمال وهجر معظم الفلسطينيين من الشمال إلى وسط قطاع غزة بعد أن وعدهم أن وسط القطاع وجنوب القطاع هي أماكن آمنة. حاول جاهدا لأن يحقق نصرا أو أن يخرج بصورة نصر في شمال غزة، لكنه فشل في ذلك. انتقل إلى المرحلة الثانية، إلى وسط قطاع غزة وإلى جنوب قطاع غزة للضغط على المدنيين من ناحية وحصرهم في منطقة رفح، حيث يعني جل أكثر من 1.5 مليون إلى قرابة 2 مليون الآن موجودين في تلك المنطقة. هذه الأحزمة النارية يقصد بها أمرين. الأمر الأول هو الضغط على السكان لمحاولة إخلاء قطاع غزة، وهذا ما تسعى له حكومة نتنياهو، وصرح بذلك عدد من وزرائه خاصة سموتريتش وبنغافير، ولعودة المستوطنات إلى قطاع غزة. هم يعلمون أن كل ما يقومون به لن يفت في عضد الفلسطينيين. الأمر الثاني أنه هم يعتقدون أن قيادة المقاومة وأن ثقل المقاومة موجودة في خان يونس، ولذلك هم يضغطون في هذه الناحية. لكن إلى الآن بعد مرور 95 يوم ما حصدوه هو فقط القتل للمدنيين في قطاع غزة، وجل الضحايا هم من النساء والأطفال والمسنين، ما يقرب من 80% بين الشهداء والجرحى. إذن هو يريد أن يخرج بصورة نصر على الأقل من أجل أن يرضي ما يعني المجتمع الصهيوني، وأن يخرج أمامهم بشيء من صورة نصر. لكن المقاومة لم تتح له الفرصة، والحمد لله بفضل الله وبصمود المقاومين وبقدرتهم، ويثبتوا يوما بعد آخر أنهم لا زالوا يسيطرون وأنهم لا زالوا يتحكمون بالقيادة والسيطرة. بالأمس دكت قوى المقاومة وخاصة القسام تل أبيب بصليات من الصواريخ وغلاف غزة، لتعطي رسالة للصهاينة أن كل ما تقومون به لن يفوت في عدد المقاومة، وأن الشعب الفلسطيني ثابت رغم الجراح ورغم الآلام ورغم الضحايا الكبيرة. وهنا الحقيقة الإنسان يتساءل، أين هو الضمير العالمي؟ أين هي حقوق الإنسان؟ أين هي الدول العربية؟ أين هي الدول الإسلامية؟ يعني أمام العالم كله بعد 95 يوم، وأمام هذا النزيف وهذا شلال الدم النازف من الفلسطينيين، وهذا الطغيان والتجبر الصهيوني النازي بصب الحمم على رؤوس المدنيين. ليس هناك عسكريين، هنا كلها مدنيين، سواء كانت في مخيمات أو في مدارس أونروا أو في مخيمات إيواء، كلهم مدنيون. هؤلاء الآن يصب على رؤوسهم الأحزمة النارية، يعني لم يبقوا شيئا إلا وصبوا الحمم النارية عليهم. كل هذا من أجل محاولة أولا إظهار نصر، كسر إرادة الحاضنة، حاضنة المقاومة، ومحاولة تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى مصر. لكن في النهاية بعد 95 يوم لا يحصد هذا الكيان إلا الفشل تلو الفشل. إذن نتنياهو بهذا القصف وبهذه الأحزمة النارية بكل هذه الشراسة، هو كما تفضلتم هو ربما لإرضاء الشارع الصهيوني، خاصة أن هناك
يعني تظاهرات خرجت في تل أبيب وحيفا. سنبحث هذا الموضوع معكم أستاذ ياسين، ولكن دعني أنتقل إلى أستاذ سامر. أستاذ سامر، إذا كان تكثيف القصف الجوي والمدفعي يندرج ضمن المرحلة الثالثة للعملية البرية، ولكن هل موضوع الاغتيالات هو جزء من هذه المرحلة؟ يعني أولا القصف والمدفعية اليوم وليس من العملية من المرحلة الثالثة في هذه العملية. المرحلة الثالثة هي مرحلة تجزئية انتقال فيها من الضربات الخشنة إلى الضربات الناعمة، بمعنى أن الاغتيالات هو من المرحلة الثالثة. لكن الاحتلال الآن وبعد تسريبات داخل الإعلام العبري، خاصة أنها أرس نشرت اليوم أن أيام الحرب، يعني في ساعة الحرب بدأت تنقضي، وبالتالي انتهاء هذه المدة الزمنية التي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء الذين يدعمون الاحتلال أصبح يشكل ضغط على نتنياهو وعلى مجلس الحرب، ولذلك نرى ازدياد في وتيرة القصف والاستهداف في هذه الأيام. الحقيقة أن المرحلة الثالثة من العملية التي يتحدث عنها نتنياهو هي مرحلة تقوم على النوعية في الضربات، بمعنى إما اغتيال شخصيات أو ضرب بعض المناطق التي يتم التأكيد بوجود مقاومة فيها أو بعض الأنفاق أو تحرير بعض الأسرى إذا ما تم الوصول إلى معلومات استخباراتية. لكن ما نرى اليوم هو أن الرسالة التي وجهها نتنياهو في زيارة بلينكين اليوم هي المزيد من الضربات على قطاع غزة، بمعنى أن نتنياهو لن يتوقف عن هذه الحرب حتى يحقق ما يريد، بمعنى الذي يريد نتنياهو في الأيام القادمة هو تطويل عمر الحرب، لا تقصيره كما تريد الولايات المتحدة الأمريكية أو كما يريد بلينكين أو كما يريد العالم الذي الآن بدأ يتململ من سياسات الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة للاحتلال في عدوانه على الشعب الفلسطيني. أستاذ ياسين، لو نتحدث عن الشارع في الكيان المحتل، كما ذكرت قبل قليل يعني تظاهرات لا تزال بكثافة في تل أبيب وفي حيفا تتزايد، تحولت مطالبها من عودة المحتجزين إلى رحيل نتنياهو وحكومة نتنياهو. هل هذه التظاهرات هي مدفوعة من المعارضة كما يدعي نتنياهو، أم أن الأمر بات لا يحتمل على الداخل الصهيوني؟ النظر إلى المجتمع الصهيوني خلال الثلاث سنوات الماضية، أكثر من عملية انتخابية تمت، كل ذلك من أجل نتيجة التشرذم الواقع في داخل الكيان الصهيوني. ثم قبل بداية الحرب على غزة وهذا العدوان الغاشم على غزة، كان هناك مظاهرات نتيجة ما حاول أن يقوم به نتنياهو، ما سماه الإصلاح القضائي. لذلك كانت المظاهرات تعم كل مدن الكيان الصهيوني. اليوم استمرت هذه، يعني نتيجة العدوان، ربما انتقل العدوان أو العنوان من موضوع يعني الإصلاحات الإدارية ومعارضة جزء كبير من الشارع الصهيوني لسياسات نتنياهو القضائية إلى الأمر الآخر. الآن في ضغط كبير جدا على الاقتصاد الصهيوني، الخسائر في البشرية من المستوطنين ومن الجيش الصهيوني وما تكبده المقاومة لهذا الجيش ولهذه المستوطنات وتعطيل الاقتصاد نتيجة التعبئة التي قام بها الكيان الصهيوني قبل الحرب البرية، كل هذا يشكل ضغطا كبيرا على الكيان الصهيوني. يضاف لها أن أهالي الأسرى في داخل غزة أيضا يضغطون، وخاصة أن كل هذه المحاولات التي رفع شعارها نتنياهو أنه يريد أن يحرر الأسرى بالعمل العسكري لم يأتي بأي نتيجة لهم، بل بالعكس من ذلك قتل عدد من الجنود الصهاينة الأسرى الذين كانوا لدى قوى المقاومة. كل هذا يشكل ضغطا على نتنياهو وعلى حكومة الاحتلال. يضاف لها أن صورة هذا الكيان أصبحت أمام العالم كله مكشوفة، مما احنا بنلاحظ الخميس القادم هناك يعني محكمة الجنايات الدولية، القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا. كل هذا يشكل ضغطا ويشكل ضغطا على نتنياهو من ناحية، وعلى هذه الحكومة الصهيونية النازية من ناحية أخرى. طبعا نتنياهو يحاول أن يجعل
أن هذا الأمر نتيجة المعارضة له، بينما هو يعني الكل يقول بأن نتنياهو يطيل عمر هذه الحرب لمصلحة شخصية، لمصلحة سياسية شخصية لنتنياهو وحده، يريد أن يطيل عمره، وهو يعلم أنه في اليوم التالي لانقضاء الحرب سيذهب إلى المحاكمة نتيجة فشل هذه الحكومة في 7 أكتوبر، ونتيجة أيضا فشله في المعركة البرية التي قام بها. إذا هذا الكيان، هذا التشظي في الكيان الصهيوني، وإذا يعني أيضا أضفنا إلى هذا أن الكيان الصهيوني قارب عمره من 80 عام، نعم ولعنة 80 تلاحقه، هذا التشرذم وهذا الانقسام الداخلي، أيضا كل هذا يدلل على أن هذا الكيان قد شاخ، وهذا التشرذم وهذا التصدع في الكيان الصهيوني نعم إن شاء الله سيكون بداية النهاية لهذا الكيان. أستاذ سامر، يعني كما استمعت، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين زار تل أبيب، ولكنه لم يأتي بخطة واضحة لوقف الحرب أو وقف إطلاق النار كما طالب قادة الدول التي قام بزيارتها. طبعا زيارة بلينكين حسب المصادر هي الخامسة منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة، ولكن هل أتى بجديد أستاذ سامر؟ يعني بلينكين زيارته تأتي في السياق المعروف والواضح دائما أستاذ الكريم، بمعنى الزيارة الأولى التي كانت للكيان بعد 7 أكتوبر كانت لبلينكين، يعني وكان هو أول شخصية دولية يدخل لمساندة الاحتلال في حربه على الشعب الفلسطيني، والولايات المتحدة الأمريكية التي يمثلها بلينكين لم تأتي يوما لصالح الشعب الفلسطيني أو بمصالح الشعب الفلسطيني، وبمعنى ذلك أن هذه الزيارة تأتي في السياق الطبيعي الذي تقوم به الولايات المتحدة كدور في المنطقة لدعم الاحتلال. وجعبة بلينكين جاء فيها أربعة أمور مهمة. الأمر الأول أن الإدارة الأمريكية جاءت فقط من أجل منع التصعيد وتوسيع دائرة الصراع بعد المقامرة السياسية التي قام بها نتنياهو بتوجيه ضرب اخترقت السيادة اللبنانية وتم اغتيال فيها قائد من قيادات حركة حماس الشيخ صالح العروي، وأيضا استهداف الضاحية الجنوبي، بمعنى ونتنياهو يسعى لتوسيع دائرة الصراع، في حين أن الإدارة الأمريكية لا تريد تتوسع دائرة الصراع، بالإضافة إلى ذلك ما يحدث في البحر الأحمر وغير منفصل عما يحدث في العراق أيضا. ثانيا، بلينكين جاء من أجل حماية المصالح الأمريكية التي بدأت تتضرر، سواء باستهداف المنشآت الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط سواء في العراق أو سوريا، أو قضية الاستهداف لخط التجارة الدولي بعد أن قام الحوثيون أكثر من عملية في قضية احتجاز السفن الإسرائيلية تحت ذريعة حماية مصالح الولايات المتحدة والعالم باسم أن القضية باسم حماية الاحتلال، بمعنى الحوثيين لم يهاجموا كافة السفن، إنما هاجموا السفن التي تتوجه الاحتلال. الأمر الآخر وهو قضية جاء من أجل الأزمة الإسرائيلية، يعني الولايات المتحدة هرعت نظرا للخلاف الداخلي الموجود داخل الحكومة، وبالتالي هي تريد أن تنقذ إسرائيل من أزمة داخلية ومن أزمة خارجية. الأزمة الداخلية الآن هناك شرخ واضح، يعني العسكريون داخل منظومة الاحتلال، دولة الاحتلال أصبحت تتحدث بكل صراحة بأنه نحن كجيش وكمنظومة أمنية اعترفنا بفشلنا في 7 أكتوبر، لكن المستوى السياسي لا يريد أن يعترف بذلك ويعطل كل ما من شأنه أن يتم التحقيق في أي لجنة من اللجان. ورأينا أن الجيش يقول يعني بكل صراحة نحن نقاتل في الجبهات، وهناك من يقاتلنا من داخل مجلس الحرب. الأمر الأخير في قضية زيارة بلينكين أستاذ الكريم، يعني قضية اليوم الآخر بعد العملية، ودعنا نكون صريحين، اليوم هو اليوم الأعنف في قضية القصف على قطاع غزة، بمعنى لم يأتي بلينكين إلا للمنطقة إلا بالموت للشعب الفلسطيني، في حين أننا كل التصريحات التي جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية بحق الشعب الفلسطيني جاءت لا ترقى، يعني لا ترقى لمستوى المذبحة التي تحدث في قطاع غزة، إنما جاء ليتحدث عن قضية. بالأمس عندما تم مقاطعة بايدن في خطابه قال جملة وهي يعني تفسر ما يحدث اليوم، قال نحن نتحدث بهدوء مع حلفائنا الإسرائيليين من أجل حماية المدنيين، يعني بدل من الحديث عن وقف الحرب ووقف آلة القتل في قطاع غزة، اليوم الرسائل التي يقول بها بلينكين والولايات المتحدة حماية المدنيين، يعني بمعنى استمرار الحرب.
استعادة الأسرى بمعنى استمرار الحرب، نعم. قضية عدم العودة إلى الشمال بمعنى استمرار الحرب. يعني بلينكين جاء فقط من أجل أن يعطي وقت إضافي لحكومة الاحتلال في تنفيذ مجازرها، لكن بذكاء. نعم أستاذ سامر، أقف عند موضوع المحتجزين. أستاذ ياسين، مسؤولون في الكيان المحتل أكدوا لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بأن الفلسطينيين لن يعودوا إلى شمالي قطاع غزة ما لم تفرج حماس عن مزيد من المحتجزين. موقف المقاومة هل ستقبل بهذا الشرط؟ المقاومة ذكرت بأن من اليوم الأول أن الأسرى لدى المقاومة لن يخرجوا لا بالقوة، وإنما سيخرجون عبر صفقة تبادل وعبر مفاوضات غير مباشرة، يفرج الكيان الصهيوني عن كل ما لديه من أسرى فلسطينيين في داخل سجونه، ساعتئذ يمكن أن يخرج الأسرى الصهاينة من قبضة المقاومة. كلنا يتذكر عندما أسرت المقاومة شاليط، نعم. وبقي 4-5 سنوات، نعم. وحاول الكيان الصهيوني بكل ما أوتي من قوة وشن حربا من أجل أن يعني وجند كل تكنولوجيا وعملائه وغير ذلك من أجل أن يصل إلى شاليط، ولم يستطع. واليوم بعد 95 يوم يحاول الكيان الصهيوني مع أعوانه، احنا كلنا سمعنا فيما مضى أن بريطانيا أرسلت طائرات كانت تطير فوق قطاع غزة، وأن أمريكا أرسلت طائرات كانت أيضا تحلق فوق قطاع غزة، علهم يجدوا شيئا يدل أين يوجد الأسرى. المقاومة قالت كلمتها ولن تتراجع عنها، وكل ما يصدر عن المقاومة يقول بأنه لا خروج لهؤلاء الأسرى إلا بمفاوضات غير مباشرة وبصفقة تبادل يتم فيها تبييض السجون الصهيونية من الأسرى الفلسطينيين، ساعتئذ يمكن للصهاينة أن يحصلوا على أسراهم من أيدي المقاومة. عبر سكايب من بيروت الأمين العام لمؤسسة القدس الدولية ياسين حمود، وكان معنا أيضا عبر سكايب من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني سامر عوض. شكرا جزيلا لكما.